النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له الصحابة رضي الله عنهم من قلة الماء العذب، لا يوجد ماء عذب في المدينة النبوية إلا بئر روما، وبئر روما يملكها رجل يهودي يبيع الماء على أهل المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما ويجعل دلوه معدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى ذلك اليهودي، عرض عليه أن يشتري منه البئر فرفض اليهودي، سومه فرفض، أغراه بالمال فرفض اليهودي. فاشترى عثمان رضي الله عنه نصف البئر، أصبح يوم لعثمان ويوم اليهودي. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء يوم عثمان رضي الله عنه يأتون ويستسقون ليومين، يستسقون ليوم عثمان واليوم اليهودي، فإذا جاء يوم اليهودي لا يأتيه أحد، فإذا جاء يوم عثمان أتى الصحابة رضي الله عنهم واستسقوا ليومين. فذهب ذلك اليهودي إلى عثمان وقال: أفسدت علي، اشتري النصف الآخر. فاشتراها عثمان رضي الله عنه كاملة بعشرين ألفا، جعلها صدقة للمسلمين بخير له منها في الجنة.